التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي برئيس اللجنه العسكريه للاتحاد الاوروبي والوفد المرافق له والذي يزور مصر حاليا التقى الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي بالفريق اول روبرت بريجر رئيس اللجنه العسكريه للاتحاد الاوروبي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا وذلك بمقر الامانه العامه لوزاره الدفاع تناول اللقاء تطورات الاوضاع والمستجدات على الصعيدين الاقليمي والدولي في الفتره الراهنه والجهود المبذوله لتحقيق الامن والاستقرار بالمنطقه وكذا سبل تعزيز العلاقات في مجالات الامن والدفاع واكد القائد العام للقوات المسلحه على تقديره لعلاقات الصداقه والتعاون العسكري مع اللجنه العسكريه للاتحاد الاوروبي مشيرا الى توافق الرؤى حول القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم ركائز الامن والاستقرار بالمنطقه من جانبه اشار رئيس اللجنه العسكريه للاتحاد الاوروبي الى اهميه تعزيز افاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الامن والدفاع مشيدا بما تبذله مصر من جهود للمشاركه في معالجه القضايا والمشكلات المطروحه على الساحتين الاقليميه والدوليه لما تمثله من قوه رئيسيه وفاعله بمنطقه الشرق الاوسط حضر اللقاء الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه وعدد من قاده القوات المسلحه